موجة من التعليقات الساخرة أثرها هاشتاج دخلت موسوعة جينيس في إيه بين المستخدمين على تويتر. الهاشتاج اللي استمر لأكثر من 24 ساعة ولسه مستمر أثر حماس الكثير من المستخدمين إنهم يدخلوا ويكتبوا هم دخلوا موسوعة جينيس في إيه. طبعا زي ما احنا عارفين خف الدم المصريين اللي كانوا من أكثر المستخدمين مشاركة في الهاشتاج ده ببعض الكوميك والإفيهات من الأفلام. الهاشتاج من المتوقع إنه يكمل معانا شوية بسبب طبيعة المحتوى الكوميدي اللي فيه واللي بيلقى قبول كبير بين فئات كثيرة على تويتر.